صباح الخير على حضراتكم، صباح الخير على كل مشاهدي اكسترا نيوز وبرنامج هذا الصباح. صباح جديد مع حضراتكم. في حلقتنا النهاردة هنستعرض كالعادة أهم الأخبار اللي حصلت واللي كمان هتتم على مدار اليوم وعلى مدار الأيام القادمة. النهاردة بإذن الله في الجزء الثاني من الحلقة هيكون لنا لقاء مهم جدا مع الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي لأكاديمية التدريب وتأهيل الشباب. هنتعرف على طبيعة العمل في الأكاديمية، وهنتعرف كمان على البرنامج الرئاسي والPLP، أهم المعايير الأسس اللي بيتم من خلالها اختيار المتدربين في الأكاديمية والمدربين أيضا. هنتعرف كمان على أهم المحاضرات، البرنامج بيكون عبارة عن إيه، وغيرها وغيرها من المواضيع المهمة، وإزاي كمان يتم تدريب الموظف الحكومي للتعامل مع الجمهور، ودي نقطة في غاية الأهمية. كمان هيكون معانا أخبارنا المهمة كالعادة. طيب هنبدأ مع حضراتكم أخبارنا النهاردة. طبعا زي ما يعني انتم متابعين معانا على مدار الايام الماضيه، مفاوضات سد النهضه، ويعني وطبعا يعني متابعين مع حضراتنا المستجدات فيما يتعلق بهذا الموضوع. وكالعاده مصر دايما بتؤكد على حرصها التنميه في الدول الافريقيه، ولما كانت رئيسه للاتحاد الافريقي كانت بتدعم التنميه في كافه الدول الافريقيه بجداره، ودائما بتدافع عن حقوقها وبتدافع عن التنميه واهميه الاستثمار في الدول الافريقيه. ولكن في ذات الوقت زي ما مصر تدعم التنميه في الدول الافريقيه وفي اثيوبيا، هي ايضا بتؤكد دايما انه لا مساس بحصتها التاريخيه في مياه النيل. ودي مساله يعني مش رفاهيه بالنسبه لنا، مساله الميه هي مساله حياه، مساله وجود بالنسبه لمصر. وزي ما تابعنا طبعا لقاء وزير الخارجيه اليومين اللي فاتوا اللي بياكد فيه انه مصر لن تسمح ابدا المساس بمياه نهر النيل. الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس تلقى اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الاتصال شهد التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات ملف سد النهضة. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه الرئيس الأمريكي ترامب أعرب عن تقديره لقيام مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق اللي أسفرت عنه جولات المفاوضات حول سد النهضة بواشنطن خلال الأشهر الماضية، باعتباره وصفه بأنه اتفاق شامل وعادل ومتوازن. المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال أنه ترامب ذكر في اتصاله الهاتفي بالرئيس السيسي أنه توقيع مصر على الاتفاق يدل على حسن النية وتوفير كمان أو توفر الإرادة السياسية الصادقة والبناءة لدى مصر. كما أكد ترامب استمرار الإدارة الأمريكية في بذل الجهود الدؤوبة والتنسيق مع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن هذا الملف الحيوي، وصولا إلى انتهاء الدول الثلاثة من التوقيع على اتفاق سد النهضة. من جانبه أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بالغ التقدير للدور اللي بتقوم به الإدارة الأمريكية في رعاية المفاوضات الثلاثة الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، والاهتمام كمان الكبير اللي بيوليه الرئيس ترامب في هذا الصدد، مؤكدا استمرار مصر في إلاء هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام في إطار طبعا الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته ومستقبله. واحنا بنتكلم عن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي في الحقيقة لازم نشير إلى نقطة مهمة جدا، هو المفاوض المصري، الدولة التي تفاوض أو المفاوض المصري عليه إن هو يلتزم أو بيكون في عدد من العوامل اللي يجب أن تتوفر فيه: حسن النية، الصبر، والرغبة والإرادة أنه يحافظ على مصلحة هذا الوطن. وفي الحقيقة في كل الجولات الماضية، مش بتكلم بس عن مفاوضات سد النهضة، ولكن على مدار السنين اللي فاتت، المفاوض المصري هو أيضا زي ما احنا كده عندنا جنود يقاتلون في أرض المعركة، المفاوض المصري هو أيضا يقاتل ولكن يعني دبلوماسيا للحفاظ على حصة مصر التاريخية، للحفاظ على الأراضي المصرية، ويجنب الدولة طبعا الوقوع في أي معارك تقليدية. فوإحنا بنشير إلى طبعا هذا الملف تحديدا، كل التحية والتقدير للمفاوض المصري اللي عنده صبر وحسن نية في هذا الملف، ومصر أنه
يحافظ على كل نقطة من شبر أو كل نقطة من مياه النيل، والحفاظ على مصلحة الوطن وعلى طبعا الشعب المصري. نروح لموضوع تاني. صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس اجتماع موسع لقيادات القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وده كان بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة. قال أنه الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مجمل الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في أنحاء الجمهورية والتدابير والخطط الأمنية اللي بتنفذها القوات المسلحة لملاحقة والقبض على العناصر الإرهابية اللي بتستهدف زعزعة استقرار البلاد خاصة في شمال سيناء. ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا موسعا لقيادات القوات المسلحة، وقد اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على مجمل الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في أنحاء الجمهورية والتدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لملاحقة والقبض على العناصر الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد خاصة في شمال سيناء، حيث أشاد السيد الرئيس بجهود القوات المسلحة لتحقيق الأمن والاستقرار والتصدي للعمليات الإرهابية بالتعاون مع جهاز الشرطة المدنية وبما يبذل من تضحيات فداء للوطن وحفاظا على أمنه وسلامته ومقدرات شعبه. وأكد سيادته على ضرورة الاستمرار في التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي وصولا إلى أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أي مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تموج بها المنطقة. طيب نروح لملف تاني وهو ملف مهم جدا، فيروس كورونا اللي منتشر في عدد من البلدان ومنبعه من الصين، وفي الحقيقة يعني الدولة المصرية بتتعامل مع هذا الملف بكل شفافية. آخر التفاصيل حول هذا الموضوع استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عدد من القضايا والملفات الاقتصادية ذات الأولوية في مختلف قطاعات الدولة. ده كان بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وغيره وغيره من المعنيين والتنفيذيين. أشار المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أنه الاجتماع شهد مناقشة بعض السيناريوهات المتوقعة لأداء الاقتصاد العالمي في حالة انتشار فيروس كورونا وتزايد القلق بشأن استمرار الوضع الحالي ومعدلات النمو المتوقعة على المستوى العالمي، وبالأخص طبعا في منطقة الوطن العربي وبعض المناطق الأخرى في العالم، ومناقشة الآثار اللي يمكن أن تطرأ على الاقتصاد المصري وفق هذه السيناريوهات والإجراءات اللي بتتخذها الحكومة لمواجهة والتقليل من تأثيرها. استعرض كمان الاجتماع السيناريوهات الأخرى المتوقعة حول تدفق المستثمرين وأداء البورصات العالمية والمحلية وأسعار البترول والأسواق العالمية وفي حالة انتشار فيروس كورونا المستجد بوتيرة أسرع. في هذا الإطار وجه رئيس الوزراء بوضع تصور شامل حول التأثيرات الاقتصادية المتوقعة لانتشار فيروس كورونا عالميا وعلى الاقتصاد المصري والإجراءات والخطط الوقائية لمنع أو تقليل هذه الآثار للحفاظ على الأداء الجيد للاقتصاد الوطني في جميع قطاعاته، والحفاظ طبعا على مستوى معدل النمو اللي احنا الحمد لله وصلنا إليه. والعرض على مجلس الوزراء لمناقشتها تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة في هذا الشأن. وأوضح المتحدث الرسمي أنه الاجتماع شهد استعراض وزيرة التعاون الدولي لبعض المشروعات التنموية المقترح تنفيذها في عدد من الجهات الدولية
ومحاور العمل المستقبلية مع المؤسسات الدولية المختلفة، إلى جانب دراسة فرص التمويل المتاحة لتنفيذ مشروعات خدمية في قطاعات الصحة، مياه الشرب، الصرف الصحي، مشروعات صغيرة متوسطة، الزراعة. بالأخص طبعا بنتكلم عن التركيز في هذه المشروعات التنموية عن المحافظات الأكثر احتياجا، غير طبعا المشروعات اللي بتستهدف المرأة اقتصاديا. طبعا يعني زي ما احنا عارفين انه الاقتصاد العالمي هو اكيد الضحية الاولى لانتشار هذا الفيروس اللي زي ما قلنا لحضراتكم منبعه من الصين. بنشوف بانه يعني الفترة الاخيرة تم في عدد من الدول الغاء العشرات من الرحلات الجوية، تأثرت السياحة في عدد من البلدان، رحلات الطيران، البورصة وغيره وغيره. عشان كده مش من مصلحة حد إنه هو ينشر الشائعات. الدولة المصرية تتعامل مع هذا الملف بكل شفافية مع المواطنين، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية موجود هنا في مصر، فبالتالي أرجوكم لا ننساق وراء أي شائعات، لأنه هناك الكثير من الجهات التي تراقب الوضع، ولو في أي حاجة على طول الدولة هتقول للمواطنين. طيب هنروح بقى لخبر آخر يتعلق برضو بفيروس كورونا. رئاسة مجلس الوزراء هدفها طبعا الفترة اللي جاية إن هي تنشر الوعي الوقائي، فقامت بإطلاق، رئاسة مجلس الوزراء قام بإطلاق موقع إلكتروني جديد. موقع إلكتروني ده عن فيروس كورونا، بيوضح فيه للمواطنين سبل الوقاية من المرض، وفي توعية شاملة عن هذا المرض وإزاي برضو نحافظ على نفسنا. ونشر مجلس الوزراء حملات توعية مختلفة عن الفيروس اللي طبعا انتشر الفترة الأخيرة في عدد من البلدان من خلال النشرات المختلفة بالموقع، زي ما طبعا احنا شايفين مع حضراتكم على الشاشة. ويأتي هذا بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تعمل الحكومة على توعية المواطن من خطر الكورونا بتدشين العديد من الحملات المختلفة، نشر التوعية بين المواطنين من خطر كورونا، واتخاذ كافة سبل الاحتياط، وهناك المزيد من رصد جميع الحالات الخاصة بالمرض. وطبعا بنوضح لحضراتكم رابط الموقع الرسمي لفيروس كورونا الجديد اللي تم تدشينه من قبل رئاسة مجلس الوزراء، وكل الناس ممكن ان هي تدخل على الموقع دلوقتي من خلال الرابط اللي احنا شايفينه www.care.gov، يعني هو government، يعني اختصار government الحكومة .eg. معانا الموقع على الشاشة. مجلس الوزراء أعلن عن إطلاق هذا الموقع من خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عشان طبعا يكون متاح لجميع المواطنين. الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أعلنت عن إجراء تحاليل ل 1832 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد في مصر بداية من شهر يناير الماضي لحد النهاردة. وأكدت أنه يعني جميع هذه الحالات جاءت سلبية ما عدا شخصين أجنبين وتم الإعلان عنهم قبل كده. دلوقتي معانا فيديو هنتابعه مع حضراتكم لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد. بيان المحدث للوضع الوبائي لفيروس الكورونا المستجد في جمهورية مصر العربية ليوم 3 مارس 2020. بالنسبة لإجمالي الحالات من يوم 7 يناير حتى الآن ما تم فحصه وتم عمل اختبارات معملية ليه للاشتباه في فيروس الكورونا، إجمالي 1832، منهم 7 حالات مخلطة للحالة الإيجابية الأخيرة وطلعوا الحمد لله جميعهم سلبي، وبالإضافة إلى الحالتين، الحالة الإيجابية الأولى اللي تعافت وخرجت، والحالة الإيجابية الثانية ما زالت تحت العلاج. الحالة الصحية مستقرة جدا، كل العلامات الحيوية مستقرة، والفحوصات يعني بتؤكد ان الحالة
تستجيب للعلاج. هذا بالإضافة ل 32 معتمر قادمين من العمرة كانوا فيهم اشتباه وتم فحصهم وأثبتت سلبيته. بالنسبة لإجراءات ما تم إجراؤه في لمكان العمل الذي كان يعمل فيه الحالة الأجنبية المصابة التي تخضع للعلاج، فتم حصر المتواجدين فعليا وتم عمل حجر صحي في مقر العمل للعاملين في هذه الشركة وجميع الشركات الخدمات المعاونة لها. بلغ إجمالي ما تم عمل حجر صحي لهم 2564، وتم متابعتهم جميعا للتأكد من عدم وجود أعراض تنفسية وإجراء قياس درجة الحرارة منذ بداية الحدث وحتى اليوم، وجميعهم في حالة طيبة ولا يوجد أي أعراض تنفسية أو أي ارتفاع في درجة الحرارة. تم تجهيز 3 عيادات طبية بالأطقم الطبية في المكان الشركة، وتم إجراء 4 ندوات لرفع الوعي عن الوقاية من هذا المرض في الشركة، كما تم تدريب الأطقم تدريب تنشيطي بعدد 2 دورة تدريبية. تم توزيع بوسترات رفع الوعي بمقر الحجر الصحي للشركة، وتم توفير عدد 6 سيارات إسعاف مجهزة، منها 3 سيارات ذاتية التطهير و3 سيارات دفع رباعي. والحمد لله جميع اللي تم عمل حجر صحي لهم يتمتعوا بكامل الصحة ولا يوجد أي علامات تدل على وجود اشتباه حتى مجرد الاشتباه فيهم. وده بيان النهاردة يوم 3 مارس، وأي حاجة أي يعني جديد لا قدر الله في أي وجود أي حالة إيجابية في أي وقت هيتم الإعلان فورا مع التنسيق مع منظمة الصحة العالمية. جميع هذه الإجراءات متابعة من منظمة الصحة العالمية وتبادل البيانات حتى للحالات اللي تم التأكد من سلبيتها بنمد منظمة الصحة العالمية بهذه البيانات لسرعة الوصول لعقارات وتطعيمات والتعرف على نوع هذا الفيروس. أشكركم. كل الاحترام والتقدير لهذه الوزيرة، وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد، على الجهود اللي بذلتها الفترة الأخيرة. كل العاملين في الحقيقة في قطاع الصحة اللي شهد طفرة غير مسبوقة، وزيرة الصحة التي توجهت إلى الصين بتكليف من القيادة السياسية لحاجتين مهمين جدا، هو نشر وإن إحنا يعني بنرسل رسالة تضامن مع الشعب الصيني في هذه الأزمة، وتاني حاجة طبعا هو يتعلق بتبادل الخبرات في مجال مكافحة هذا الفيروس. كل التحية والتقدير لوزيرة الصحة. وأول يمكن ما وصلت لي الصين كان يعني نشرت كده تويتة قالت أنه رأيت بعيني كيف تصنع من أقصى التحديات فرصة حقيقية من النجاح والقوة هو الشعب الصيني. يمكن احنا كنا بنقول لحضراتكم يعني واحنا بنتكلم عن انتشار هذا الفيروس في عدد من البلدان، كنا بنقول انه للاسف في ناس كتيره جدا بتتعمد ان هي تنشر الكثير من الشائعات، ويعني هي بتستهدف امن الوطن وامن المواطن، وحاله بقى من الفزع والهلع يعني هي بيكون هدفها ان هي تنشره ما بين المواطنين. وللاسف يعني في ناس كتيره جدا مش مدركه انه الشائعات بتكون اخطر بكتير من الفيروس نفسه. فيعني متمنى ان كل الامهات تحديدا ومواقع او يعني اللي هي جروبات الامهات، ارجوكم ما تصدقوش اي شائعات بتنتشر، لانها حرب وحرب لها فتره طويله جدا. في ناس هدفها ان هي تخوفنا. الدولة المصرية زي ما قلت لحضراتكم بتتعامل بكل شفافية ومصداقية مع هذا الملف. من ضمن الشائعات اللي انتشرت انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن الاشتباه بحالات مصابة بفيروس كورونا فين بقى؟ على متن إحدى السفن المارة بقناة السويس. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء كالعادة طبعا في دوره أنه هو يوضح الحقائق ويواجه الشائعات بالحقائق، تواصل مع هيئة قناة السويس واللي نفت صحة هذه الأنباء، وأكدت أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة
أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بأي من السفن العابرة بقناة السويس، وشدد على أنه هناك إجراءات بيتم اتخاذها، تدابير وإجراءات صارمة، إجراءات وقائية احترازية تتضمن طبعا إفاد فرق الحجر الصحي للكشف عن أطقم السفن العابرة للقناة قبل دخولها للمجرى الملاحي لقناة السويس، بهدف التأكد من سلامة الأطقم الفنية والأفراد على متن كل السفن العابرة للقناة، وده في إطار حرص الدولة المصرية على عدم انتشار أي أوبئة أو أي فيروسات داخل الأراضي المصرية. واتخذت الهيئة مجموعة من الاحتياطات والإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال توزيع ملصقات تعريفية بالفيروس وأعراضه وآليات الوقاية بجميع منشآت الهيئة الرئيسية والمستشفيات التابعة ليها، كما تشمل الإجراءات الاحترازية طاقم إرشاد السفن التابع للهيئة وأفراد قسم القياس، واللي بيتعاملوا بصورة مباشرة جدا مع السفن العابرة للمجرى الملاحي من خلال الالتزام بمجموعة من الاشتراطات الصحية المتعرف عليها عالميا، زي ارتداء الكمامات الواقية، قفازات الإيد وبدل العزل الكاملة، علاوه على إجراء الفحوصات الدورية عليهم وإعطائهم التطعيمات الخاصة بالإنفلونزا والالتهاب الرئوي. طبعا يعني من ضمن الجهود اللي بتبذلها الدولة المصرية الفترة الأخيرة هو نشر الوعي الوقائي، أهم حاجة إن احنا طبعا يعني ناخد التتابير اللازمة، على طول نغسل إيدينا، نشرب حاجات يعني سوائل سخنة كتير، ونخلي بالنا من صحتنا، وناكل كويس خضار فاكهة، نشرب مية كتير، ننام كويس. طيب نروح لموضوع تاني. زار وفد من الصحفيين والمراسلين الأجانب والمجلس القومي للمرأة ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان سجن النساء بالقناطر. تأتي ذلك الزيارة ضمن عدة زيارات بتنظمها وزارة الداخلية ممثلة في قطاع السجون لوفود من الصحفيين والمراسلين الأجانب والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني. زيارات للسجون المصرية تأتي تماشياً مع مبدأ الشفافية التي تنتهجها وزارة الداخلية بإطلاع الإعلاميين والمعنيين بحقوق الإنسان على الأوضاع داخل السجون المصرية، هذه المرة لسجن القناطر للنساء بعد أقل من أسبوع من زيارة مماثلة لسجن المرج العمومي. وفد من مراسلي وكالات الأنباء والقنوات الفضائية المختلفة من بينها قناة راي الإيطالية وسكاي نيوز وتلفزيون بنغلاديش ووكالة الأنباء الإيطالية، إضافة إلى المجلس القومي للمرأة وعدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان، زار نزيلات سجن القناطر وأجرى لقاءات معهن. I'm very glad that I had this chance to visit this place and it's definitely I'm very impressed about it. It's definitely a good thing to show that the status of the prisons in Egypt more than what I expect for sure in a positive way. Before today I hear a lot of bad thing about the Egyptian prison, but today my view is totally changed. It's really amazing, and this is not prison. This is correctional center. All international media should come in Egypt and see what happened really. طب احنا بنسمع طول الوقت انه المعامله جوه السجن معامله سيئه، وبخاصه عند سجن الستات. لا بالعكس، احنا عايشين يعني عيشه جميله. اي حاجه بنعوزها بنلاقيها هنا، في احترام جدا، في ادميه في التعامل، وفي انسانيه بتاكل. ايوه بناكل كويس، كل الغذاء بتاعنا على فكره بينزل لنا كله، سريلاك بينزل عيالنا لبن حلاق واكل ني واكل مستوي، ولو تعبنا احنا بنطلع المستشفى وقت، احنا العنبر بتاعنا ده المستشفى بسرعه المستشفى كام سنه. ليس من شاهد الاوضاع هناك من سمع عنها، حضانة خاصة بأطفال النزيلات وحديقة مخصصة ليقضي الأطفال وقتا مع أمهاتهم، ومستشفى مزودة بأحدث المعدات والتجهيزات لاستقبال النزيلات وتوفير رعاية مناسبة لهن، وعلى بعد أمتار منها ورش لتأهيلهن، ومعرض لمنتجات الحرف اليدوية، ومكتبة لمن أراد القراءة والتثقيف، شاهدها الوفد وأثنى عليها جميعا. كنت متعلمة فبدأت بمحو الأمية لغاية ما وصلت السنس حقوق، خلصت السنس حقوق السنة اللي فاتت،
باجي المكتبة طبعا باخد الكتب اللي أنا عايزاها وبقرأها. اليوم وما سبقه من زيارات يؤكد أن هناك التزاما بمعايير القانون والدستور فيما يتعلق بكيفية معاملة نزلاء ونازلات المؤسسات العقابية في السجون. في رعاية صحية وتعلموا يعملوا حرفة، بحسين أن بكرة بقى بالنسبة لهم أفضل وأن هم هنا حصل لهم تقويم. اللي عجبني أكتر حاجة قسم المشغولات اليدوية والصناعات اللي هم بيعملوها، بيصنحوا للأطفال بزيارات الأم داخل السجن. أنا كنت فاكرة أن هم بيقعد معاه لحد سنتين وبعد كده خلاص بيوصل لحد من الأسرة يعني. اكتشفت أن هم بكل 15 يوم أن الطفل بيجي يزور أمه، ده صراحة مفاجأة، حاجة لطيفة جدا يعني. أتمنى أن يبقى في إعلام أكتر، إعلام محترف، إعلام بينقل الصورة عن حق، إعلام بيقول الـ 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 الإمكانيات الموجودة في داخل مراكز الإصلاح المختلفة في مصر سواء للسيدات أو للرجال. داخل أسوار السجن العالية تقضي النازلات عقوبات متباينة، لكن في إطار من الإصلاح والتأهيل وفقا لسياسة عقابية تراعي إعداد النازلة وتأهيلها لتصبح عضوة نافعة لمجتمعها، وهو ما أكدت عليه النازلات. مبسوطة أن أنا بدخل عائد مادي ليا وبدخل معايا عائد مادي للبنات اللي بتشتغل معايا. انا ما بعتبرش ان انا دلوقتي في سجن، انا بعتبر نفسي في مؤسسه عقابيه فيها حاجه من اتنين، لا اما هقف على رجليا واثبت عشان اقدر اواجه المجتمع واخرج، لا اما هبقى انسانه محطمه وياس وعم. فياريت المجتمع يلغي ويحاسبني لما اخرج انا بقيت ايه من داخل السجون. ابواب السجون المصريه مفتوحه وفقا لضوابط محدده لمن اراد ان يعرف كيف يتم تاهيل النزلاء، وهو رد عملي على كل ادعاء بوجود انتهاكات داخل السجون، فالصور تؤكد أنه إصلاح وتأهيل مع مراعاة لكافة معايير حقوق الإنسان. نروح بقى لمحافظة هي من أجمل المحافظات الموجودة في مصر، واللي في الحقيقة احنا بنكون سعداء جدا لما بنشوف أنه في تطوير لأي من المحافظات اللي هي مقصد سياحي هام جدا، منها محافظة الأقصر اللي احنا شفنا تطوير كمان الفترة الأخيرة على كورنيش النيل هناك. طبعا الكورنيش الحمد لله تم تطويره بشكل جذاب جدا، اداله بريق خاص، سنين كتيرة جدا كان هذا الكورنيش مهمل بشكل كبير، ولكن طبعا احنا الفترة الأخيرة شهدنا تطوير كبير جدا على في عدد من المناطق الموجودة في الأقصر وبالأخص في كورنيش النيل، وفي جهود في الحقيقة مبذولة من قبل المسؤولين هناك ومن قبل المحافظ بيبذلوها الفترة الأخيرة، وحملات طبعا متنوعة بتتم بصفة مستمرة، ده غير طبعا حملات الإزالة وغيره وغيره، لأنه في هذا التوقيت بيتوافد العديد من السياح عشان يروحوا طبعا يشوفوا أثرنا الجميلة. وصلت محافظة الأقصر برضو الفترة الأخيرة تنفيذ العديد من الحملات المتنوعة اللي بتتم زي ما قلت لحضراتكم بصفة مستمرة، مش بس كده يعني بتتم كمان بطريقة مفاجأة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للاطمئنان على تقديم أفضل خدمة للمواطنين، وتحت إشراف طبعا هيئة الرقابة الإدارية. أوضح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر أنه تم تنفيذ تلك الحملات على مدى يوم الاثنين واليومين اللي فاتوا، وجت كالتالي: في مجال التعليم والتموين وخدمات المواطنين. للمزيد معانا دلوقتي على الهاتف الأستاذ محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر. برحب بيك يا دكتور محمد، إزاي حضرتك؟ اهلا بحيك وصباح الخير على صباح النور جميع الساده المواطنين. طبيعه الحملات اللي بيتم تنفيذها في المحافظه يا فندم؟ الحقيقه دي حملات بدانا فيها قريبا مع بالتعامل مع الجهات الرقابيه للتاكيد على وصول الخدمه لكل المواطنين في جميع المجالات. فزي ما حضرتك فعلا ذكرتي من شويه، كان فعلا يوم الاثنين الماضي كان في حملات نزلت على مرور على مجال التعليم، وتأكدوا من 4 مدارس في مركز مدينة البياضية من أن في تواجد الطلبة وتواجد المدرسين، وتأكدوا على نظافة المدارس حتى، خاصة أن احنا خلال الفترة دي بنحاول نأكد لمواجهة الفيروسات الموجودة حاليا بيتم فيها بعض المخاوف أو الإجراءات الوقائية والاحترازية منها.
كمان في مجال الصحة تم مرور على عدد من المراكز الطبية الغير مرخصة وتم إغلاقها، وكذلك في مجال الطب البيطري ومجال التموين أيضا عدد من المخابز تم تحرير عدد من المحاضر من اللي هي من المخالفات. برضو في مجال خدمة المواطنين اللي احنا بنعول عليه كل اهتمامنا، على اعتبار ان احنا شكوى المواطن هي بتبقى اساس لبدء الحملات وبدء تقديم والارتقاء بجودة الخدمات. فاحنا عندنا مراكز تكنولوجية بتتلقى الشكاوى من المواطنين الكترونيا، وكذلك برضو خدمة المواطنين ممكن يجي لحد ديوان عام محافظة الأقصر ويقدم الشكوى حتى كتابة، واحنا بنستقبله وبنوجه المدير المديرية بيبقى متواجد ايضا، مدير المديريات ورؤساء المراكز والمدن، بحيث ان احنا نحل المشكلة ونحاول نرفع ونرتقي بالخدمات. طيب ازاي يا فندم بيتم التعامل مع المخلفات اللي بتجدوها اثناء الحملة؟ بيبقى من خلال المحاضر بيتم خلق، لو في بعض المنشآت مخالفة تصل إلى درجة غلق المنشأة بيتم غلق المنشأة، وبيتم تحرير المحاضر اللازمة وتوقيع الغرامات على صاحب المنشأة، وكذلك مصادرة لو هي في مجال مثلا الطب البيطري ومجال الأغذية بيتم مصادرة الأغذية الفاسدة وبتحول للشؤون القانونية وبتاخد الإجراء القانوني اتجاه هذه المخالفات. من ضمن يا فندم برضو هذه المخالفات اليومين اللي فاتوا خلال يعني 48 ساعة شهدنا إزالة على أراضي الدولة، ده تم خلال 48 ساعة تقريبا 5 قرارات على ما أعتقد، على ما أتذكر يعني. الحقيقة محافظة الأقصر تعتبر من المحافظات اللي فيها نسبة إزالة لمخالفات الدولة كبيرة جدا خلال الفترة الماضية، يمكن احنا حتى كان في عندنا طريق الكباش وكان ده بيخدم مجال السياحه والاثار، وبنحاول ان احنا نحافظ على الاثار بتاعتنا من خلال ازاله التعديات على تلك الاراضي. كانت في حمله كبيره تمت من اسبوعين في هذا المجال. كمان في كل المراكز والمدن عندنا في المحافظه بيتم ازاله جميع المخالفات، حتى في مجال تقليل الاراضي الغير جادين بان هم ينهوا اجراءات التقنين بيتم ازالتهم ايضا بالطريق الاداري. طيب دكتور محمد، التامين الصحي الشامل نفذ بالفعل في بورسعيد ومن المفترض كمان انه يتم تنفيذه في الاقصر، الجديد عنه؟ الحقيقه احنا وصلنا دلوقتي لحوالي 600,000 مواطن تم تسجيله في المنظومه، وده باعتبار ان محافظه الاقصر من المحافظه الثانيه في هذا المجال. كذلك تم تخصيص 65 منشأة صحية منهم 58 وحدة صحية وعدد 7 مستشفى لإدراكها في مجال التأمين الصحي. المرحلة الأولى هتشتغل فيها 28 وحدة، والمرحلة الثانية هيتم العمل على 30 وحدة، والتشغيل التجريبي للمرحلتين المفروض بدأ من 1 مارس 2000. يعني من 4 أيام من تقريبا من سنة، أكتر من سنة؟ إحنا شغالين للاستعداد ليها من سنة، بقالنا فترة بنستعد ليها، لكن حاليا دلوقتي هنبدأ التشغيل التجريبي والفعلي خلال الأسابيع القليلة القادمة. طيب يا فندم، يعني من ضمن الحملات برضو اللي المحافظة قامت بيها مجمعات المدارس زي ما حضرتك ذكرت ومجمعات التموين، شكل التنسيق مع الجهات الأخرى؟ طبعا احنا بننسق مع جميع الجهات المعنيه، بدءا من مدير المديريه المعنيه اللي احنا هنروح نفتش عليها، ومدير الادارات، بنؤكد على تقديم الخدمه بالمعايير المطلوبه والمعايير المعتمده، بحيث ان احنا نقدر نوصل لجوده من الخدمات، سواء في التعليم نتاكد من ان المدارس فيها الاساس مفروشه بالاساس المضبوط، الطلبه واخدين حتى كمان يمكن حملات التطعيم اللي بتقوم بها وزاره الصحه بتعمل مع وزاره التربيه والتعليم، دي برضو من الحملات اللي احنا بنهتم بيها لان الحفاظ على صحه الطالب وان هو يقدر اكيد يتلقى التعليم لازم يكون صحه جيده. يمكن يا فندم التحول الرقمي
من ضمن توجيهات القيادة السياسية وبتعمل عليه الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة في عدد من المؤسسات وفي عدد من المحافظات. الأقصر يا فندم، يعني هل ممكن نقول برضو أن هي بدأت بالفعل تخطو خطوات جادة فيما يتعلق بهذا الأمر للتقليل طبعا من نسب الأخطاء البشرية وغيره وغيره؟ طبعا هي محافظة الأقصر قطعت شوط كبير في مجال التكنولوجيا المعلومات وفي مجال التحول الرقمي والشمول المالي أيضا. مؤخرا احنا مضينا بروتوكول مع وزارة الاتصالات ومحافظة الأقصر، وبدأنا بالفعل بتغيير الكابلات الخاصة بالتحول الرقمي في مراكز ومدن محافظة الأقصر. وصلنا حاليا حتى الآن إلى حوالي ما يزيد عن 500 نقطة. دي موجهة لجميع الخدمات، لكل الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص والسياحة. كذلك في مناطق عندنا أثرية سياحية زي معبد الأقصر بدأت تدخل فيه خدمة الواي فاي ومجال المدن الذكية. فمحافظة الأقصر تعتبر من المدن السباقة في مجال المدن الذكية ومجال التحول الرقمي في هذا المجال. وإحنا يعني على وشك الانتهاء من دخول هذه الخدمة لمعظم الجهات. يمكن يا دكتور محمد، يعني زي ما قلت في البداية أنه محافظة الأقصر شهدت تطوير في جوانب عديدة جدا، ومنها كمان كورنيش النيل، وده يمكن من ضمن المناطق والمقاصد السياحية الطبيعية اللي كانت بتعاني من إهمال الفترات اللي فاتت. عايزين نعرف الآن مع توافد السياح في عدد من المعابد الفرعونية شرقا وغربا في الأقصر، الأجواء دلوقتي إزاي؟ كورنيش النيل كمان هل بتوافد عليه عدد كبير من السياح؟ يعني لو تنقل لنا الأجواء هناك. هي طبعا الموسم السياحي الحالي بيعتبر من المواسم الناجحة جدا اللي مرت على محافظة الأقصر خلال العامين السابقين. نسبة الإشغال عندنا في عديد من الفنادق العايمة والفنادق الثابتة بتتراوح من 60-80%. طبعا الكورنيش النيل بيبقى اضافه لان احنا بنحاول نوصل رساله احنا بنحافظ على تراث مدينه الاقصر، لان الاقصر في الاساس هي مدينه اثريه وتاريخيه. فالكورنيش ما هو الا رساله ان احنا بنحافظ على التراث. هو بينقسم الى قسمين، قسم علوي وسفلي. طبعا القسم السفلي احنا لسه لم ينتهي بعد، وهو خاص بالمراسي السياحيه وبيخدم تحديدا الفنادق العايمه، وهي من البرامج والرحلات المميزة بين الأقصر وأسوان. الحقيقة طبعا المرسى بيتم تطويره من حيث البنية الأساسية والتحتية، من صرف صحي وكهرباء ورسو للفنادق العايمة، حفاظا على المعايير البيئية الدولية. وطبعا دي برضو من الخطوات اللي احنا بنخطوها، ان احنا بنحاول نحافظ على البيئة في جميع المشروعات الموجودة بجانب العنصر الجمالي للمكان اللي يغلق. لا، وكورنيش كمان النيل بالأقصر ليه بريقه الخاص، ليه كده جماله المختلف عن أي مكان تاني في الحقيقة. فإحنا بنكون سعداء جدا لما بنشوف أي تطوير في الأقصر، لأنها من أهم المحافظات اللي موجودة في مصر طبعا، وفيها الكثير من المعابد الفرعونية وعدد من السياح كمان بيتوافدوا عليها. فلازم دايما بين الحين والآخر يكون في تطوير بشكل كبير فيها وفي عدد من المناطق. أنا بشكرك دكتور محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر. يعني برضو من الحاجات الجيدة جدا والمهمة اللي احنا يعني من المهم ان احنا نشوفها في عدد من في كل محافظات الجمهورية، هي المهرجانات والاحتفالات اللي بالفعل بنشوف نجوم على أعلى مستوى. هذه المهرجانات بترتقي فعلا بالذوق العام. المهرجانات الثقافية والغنائية مهم ان احنا نشوفها في مختلف محافظات الجمهورية. من اهم هذه الفعاليات والمهرجانات اللي تمت الايام اللي فاتت هو فعاليات مهرجان دندرة في محافظة قنا، واللي اقيم في معبد دندرة وقصر ثقافة قنا وجامعة جنوب الوادي بمشاركة عدد من نجوم الموسيقى والغناء، فرق الشباب ذات التجارب الفنية المتفردة. المهرجان بدأ يوم 27 فبراير الماضي وانتهى النهاردة
وطبعا يعني زي ما قلنا لحضراتكم بنكون سعداء جدا لما بنشوف مهرجانات، يمكن المهرجان ده اول مهرجان يتم في محافظه انا. نفسنا ان شاء الله نشوف هذه المهرجانات تنتشر في كل محافظات الجمهوريه، الناس متعطشه لمثل هذه الفعاليات، وبالطريقه دي نقدر بقى ان احنا نواجه ما يطلق عليه بالفن الهابط والاسفاف وما الى ذلك، ان احنا نتيح البديل، لانه دايما الجيد والافضل هو الذي يبقى مع الجمهور دايما. نروح لفقرة السوشيال ميديا. يمكن خلينا نقول لحضراتكم انه احنا النهاردة جبنا لكم مشهد يمكن هو بيبدو في البداية انه فيلم سينمائي من افلام هوليوود، ولكن في الحقيقة هو بالفعل ده بيحصل على ارض الواقع من قبل اردوغان الذي يدعي دائما الديمقراطية وما إلى ذلك، وهو أصلا ملوش أي علاقة بها. هنشوف دلوقتي مع حضراتكم أكبر جريمة بترتكب بحق البشرية، بحق اللاجئين، أو يعني أو ما يطلق عليهم اللاجئين أو المهاجرين، وأيا كان جنسيتهم، سوريا أيا كان جنسيتهم إيه، ولكن يعني إحنا هنشوف منظر يعني منظر مؤلم جدا. بيتم استخدام كالعادة أردوغان بيقوم باستخدام هؤلاء اللاجئين كورقة ضغط سياسية، ويمكن دي مش المرة الأولى. وزي ما رئيس الوزراء اليوناني وصف هذه الواقعة أكبر جريمة ترتكب بحق البشرية، جريمة الإتجار بالبشر. أردوغان رمى كده اللاجئين في البحر، رماهم على الحدود التركية اليونانية. اللاجئين وجدوا نفسهم في النهاية يعني في هذا الطقس البارد في حالة مزرية جدا، في حالة مؤلمة جدا. هنشوف في الفيديو اللي احنا شايفينه، هنشوف أسر، هنشوف أطفال، هنشوف سيدات موجودين طبعا زي ما احنا شايفين مع حضراتكم، رماهم كده في البحر ورماهم على الحدود اليونانية التركية. وأعتقد يعني أنه كل الناس اللي بتدعي أنها تمثل أو تدافع عن حقوق الإنسان أو هذه المنظمات الحقوقية، يعني هم مدانين إذا لم يتخذوا إجراءات صارمة تجاه أردوغان الذي يتسم بالوحشية ويتسم بالعدوانية. احنا دلوقتي معانا على الهاتف أستاذ بشير عبد الفتاح المتخصص في الشأن التركي. برحب بيك يا فندم. اهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. يعني اعتقد انه دي مش المرة الاولى اللي بيكشف فيه اردوغان عن وجهه الحقيقي اللي بيتسم بالعدوانية والوحشية والانتهازية، اللي بيحلم بالإمبراطورية العثمانية القديمة. وطبعا احنا عارفين يعني السلطان العثماني له تاريخ حافل من الجرائم ومن المجازر، مش بس الأرمن أو حتى اليونان، ولكن حتى في الدول العربية اللي قام بغزوها. بالفعل للأسف الشديد لم يتورع أردوغان عن استخدام المأساة الإنسانية في تركيا لخدمة تطلعاته وأهدافه ومشاريعه السياسية والاستراتيجية. تاجر بآلام الآلاف من المهاجرين واللاجئين السوريين في بلاده، فضيق عليهم الخناق وطردهم بالفعل من داخل تركيا، وزج بهم إلى الحدود مع أوروبا عبر اليونان وبلغاريا في محاولة للضغط على الدول الأوروبية وابتزازها. قبل قليل كان بعض المهاجرين السوريين يقولون
القوات التركية دفعت بنا إلى الحدود عبر عربات وأوتوبيسات، ثم قامت بأخذ أموالنا وهواتفنا النقالة وكل متعلقاتنا، وتركونا على الحدود نواجه قوات حرس الحدود في اليونان وبلغاريا. فقط هو يريد أن يبتز الأوروبيين من خلال المتاجرة بمأساة الشعب السوري. يريد من أوروبا أن تمول له المنطقة الآمنة في الشمال السوري، يريد من أوروبا أن تقبل بتدخلاته العسكرية في سوريا وليبيا، يريد من أوروبا أن تعيد فتح ملف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مجددا، يريد من أوروبا مزيد من الأموال مقابل استضافة اللاجئين الذين يتاجر بهم. احنا على الهواء دلوقتي معانا يعني الحدود التركية اليونانية على الهواء مباشرة الآن. طيب يعني هل أوروبا حتى الآن لم تقتنع بأنه أردوغان يجب أن يحاسب ويتم معاقبة هذه الوحشية التي يقوم بها، ومعاقبة أردوغان أنه حتى الآن هناك يعني معاملة ناعمة معه؟ للأسف الشديد الأوروبيون يحتاجون إلى أردوغان، لأن تركيا هي بوابة أوروبا من ناحية الشرق الأوسط، والشرق الأوسط الآن ملتهب وقلق ومليء بالفوضى والنزاعات والتوترات. وأردوغان إذا ما مضى قدما في سياسة الابتزاز وفتح الحدود سوف تغرق أوروبا باللاجئين والمهاجرين، إضافة إلى مشاكل الشرق الأوسط والإرهاب وغيرها. لذلك قاموا بتوقيع اتفاق معه في العام 2016 يمنحونه 6 مليارات يورو سنويا مقابل إغلاق حدود تركيا مع الاتحاد الأوروبي ومنع وصول المهاجرين واللاجئين. اليوم العالم يعاني من فيروس، مخاطر فيروس كورونا، إلى جانب خوف أوروبا من الإرهاب والمشاكل الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي ستترتب على دخول اللاجئين والمهاجرين إليها. هناك خطر أيضا انتشار فيروس كورونا، لذلك هم يحاولون أن يقدموا أي طردية لأردوغان للتراجع عن هذه السياسة. الشعوب الأوروبية الآن اليمين المتطرف منتشر فيها ويرفض المهاجرين واللاجئين وتقبل أي عناصر من الشرق الأوسط، حيث المشاكل والأزمات والاختلافات الدينية والإثنية. لذلك أوروبا تعلم أن أردوغان يستغل المهاجرين واللاجئين، تعلم أن أردوغان ينتهك الديمقراطية وحقوق الإنسان، تعلم أنه يتاجر بالمأساة الإنسانية للسوريين. نتمنى أنه إحنا أنه يتم وضع عقوبات صارمة ضد هذا التعنت التركي، وهذا المشهد الأليم اللي إحنا بنتابعه دلوقتي مع يعني كنا تابعناه مع حضراتكم، أنه هذا المشهد اللي تعمده أردوغان اللي بينم عن مدى وحشيته وعدوانيته، والدفع بهؤلاء العزل الأبرياء أطفال وسيدات على الحدود التركية اليونانية في هذا الطقس البارد. ودي مش المرة الأولى اللي بيستغل فيها أردوغان أو بيستخدم فيها اللاجئين كوركة ضغط سياسية. قبل كده حتى في عام ده طول الوقت، ويمكن كمان احنا أكيد فاكرين في عام 2015 لما استخدمهم للحصول على بعض المكاسب المالية وبالفعل حصل عليها. ولكن التخوف هنا والجميع طبعا وجميع المحللين زي ما بيقرأوا أنه بيقوم بالدفع كثير من الإرهابيين وسط هؤلاء المهاجرين، وطبعا يعني هنا تكمن الخطورة. أنا بشكر حضرتك يا فندم أستاذ بشير عبد الفتاح المتخصص في الشأن التركي. حالة الطقس، بيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية حدوث ارتفاع في درجات الحرارة النهاردة، حيث تسجل العظمى بالقاهرة 28 درجة مئوية، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة التقلبات اللي بيشهدها طقس البلاد منذ الأسبوع الماضي، ويؤكد الخبراء أن الحرارة سوف تعاود الانخفاض مرة أخرى. معنا الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. برحب بك يا دكتور، صباح الخير. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. صباح النور. يعني لو تطلعنا على حالة الطقس خلال الأيام القادمة، وهل سنشهد أي تقلبات في حالة الجو يعني بكرة وبعده؟ وطبعا زي ما حضرتك ما ذكرتي، في ارتفاع في درجات الحرارة النهاردة وبكرة على القاهرة ومعظم مدن ومحافظات الجمهورية. درجات الحرارة بتسجل أعلى من المعدلات خلال هذه الأيام بحوالي من 4 لـ5 درجات مئوية. طبعا ده بيقول ان خلاص الاجواء بتستقر نسبيا خلال هذه الايام.
ولكن رأي الأرصاد دائما بالمتابعة وبالخرائط اللي بنشوفها وصور الأقمار الصناعية بنقول إن لسه في تقلبات جوية واردة خلال الأيام اللي جاية، وفقا لتقارير هيئة عمل الأرصاد الجوية بتقول إن في انخفاض في درجة الحرارة يوم الجمعة ترجع تاني للمعدلات الطبيعية. لو قلنا يوم الخميس درجة الحرارة 28 أو 27 درجة على القاهرة، فمن المتوقع ليها يوم الجمعة أن تنخفض إلى 22 و 21 درجة مئوية. ده طبعا حول المعدلات الطبيعية، ولكن تغير في الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا وتغير في نوعية الهواء اللي بيأثر علينا. بعد ما كان هواء جنوبي بارد ساخن وفي أتربع وشوائب عالقة في الجو، هيبقى في سحب وفرص أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، قد تمتد إلى القاهرة يوم الجمعة. أمطار خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية، ولكن بتوضح لنا ان احنا لسه في فصل الشتاء وفصل التقلبات الجويه اللي وارد انها تحدث في اي وقت. انا بشكر حضرتك دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئه العامه للارصاد الجويه، شكرا ليك يا فندم. نروح دلوقتي لبث مباشر من الوكالة لاستعراض ما يحدث اليوم على المستوى المحلي والدولي وأهم الأخبار. معنا شيرين مجدي. صباح الخير خلود، وصباح الخير مشاهدي أكسترا نيوز في كل مكان في هذه الإطلالة الصباحية التي نستعرض فيها سويا أبرز الأحداث في الأجندة الإخبارية لليوم الأربعاء الرابع من مارس لعام 2020. البداية مشاهدينا مع اجتماع الحكومة الأسبوعي والذي يعقد اليوم لمتابعة عدد من الملفات، حيث يرأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المختلفة، ويعقب الاجتماع توقيع 3 بروتوكولات تعاون. وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه الأخير على مشروع الاتفاق بالتعديلات المقترحة على اتفاق التسوية المبرم بتاريخ 4 من مايو لعام 2017 بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكل من شركة سونكر لتموين السفن وشركة موانئ دبي العالمية وشركة أميرال المصرية لخدمات البترول، والمتعلق بعقد الامتياز الخاص بإنشاء وتشغيل وإدارة محطة الصب السائل بالحوض الثالث بميناء العين السخنة. نروح مشاهدينا لثاني أخبارنا، وهو اليوم انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، حيث تستضيف القاهرة بداية من اليوم وحتى الغد المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، والذي يعقد في القاهرة لأول مرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور عالمي رفيع المستوى وعدد كبير من الوزيرات المصريات والشخصيات العامة والفنانين والفنانات ورائدات الأعمال من مصر ودول العالم. وإلى آخر أخبارنا مشاهدينا في هذه الإطلالة الصباحية، رؤية مصر 2030 المحدثة ودور الأكاديميين والشباب في تحقيق الأهداف بجامعة الفيوم، حيث تنظم جامعة الفيوم اليوم لقاء مفتوح مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمناقشة خطة التنمية المستدامة المصرية 2030 ودور الأكاديميين والشباب في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم. مشاهدينا دي كانت أبرز الأخبار في الأجندة الإخبارية اليوم. الآن أعود إلى زميلتي خلود في الاستوديو. إليك خلود مرة أخرى. شيرين مجدي شكرا ليكي على كل هذه التفاصيل. شكرا ليك يا شيرين.
دلوقتي هنستعرض مع حضراتكم عرض لآخر أسعار العملات والذهب في السوق المحلي، ونرجع مرة تانية. الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب للقيادة، أهمية تدريب الشباب على القيادة، دور الشباب كمان، ولأي مدى هم قادرين لحل مشاكل بلدهم وللتعبير عن همومها. أهمية كمان تدريبهم في مجالات مختلفة. الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب على القيادة مش مجرد برنامج رئاسي، لا، ده برنامج أشمل وحاجات كتيرة جدا هنعرفها بعد الفاصل مع دكتور رشا راقد. بنرحب بحضراتكم مرة تانية. الأكاديمية الوطنية للتدريب أنشئت في 28 أغسطس 2017 كأحد توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب في شرم الشيخ اللي عقد في نوفمبر 2016. الأكاديمية بتهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية في كل القطاعات، طبعا للارتقاء بالشباب بقدرتهم ومهارتهم. ومن أهم البرامج اللي بيتم التدريب عليها داخل الأكاديمية البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والبرنامج أيضا الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وغيره وغيره من البرامج المختلفة. معانا النهاردة ومنورانا في الاستوديو دكتور رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب. صباح الخير. صباح الفل، منورانا. ربنا يخليك. في البدايه كده عاوزين يعني ندي للمشاهد لمحه سريعه عن الاكاديميه ودورها الفتره الاخيره. يعني يمكن هناك الكثير من البرامج سواء حتى للشباب المصري الافريقي وحتى الموظف الحكومي وغيره وغيره من البرامج اللي تمت، فلو ندي لهم كده لمحه سريعه عن الاكاديميه. هو زي ما انت تفضلتي كده، الاكاديميه صدر قرار انشائها في اغسطس 2017 بقرار جمهوري من فخامة السيد رئيس الجمهورية وبرئاسته لمجلس أمناء الأكاديمية الوطنية. الأكاديمية الوطنية للتدريب معنية بصفة أصيلة بتدريب الكوادر البشرية، سواء اللي عن طريق مبادرات البرامج الرئاسية أو زي ما احنا بنسميها في الأكاديمية مدرسة القيادة أو تأهيل للقيادة، تأهيل الشباب، تأهيل التنفيذيين، تأهيل الصغار، تأهيل العلماء، لأن هي بقى فيه كذا منتج من فكرة البرنامج الرئاسي تأهيل الشباب للقيادة أو الـ PLP كالاسم المتعارف عليه. كمان الأكاديمية أصبحت هي البوابة الرئيسية للولوج للوظيفة في الدولة، بغض النظر الوظيفة دي في أنهي قطاع أو أنهي جهة أو أنهي منشأة أو وزارة أو جهة قضائية أو غير قضائية موجودة جوه الدولة. كل من هو مخاطب أو حيخاطب أنه حيشغل منصب في الدولة هيلتحق بيها لازم يعدي الأول بدورات تدريبية تأهيلية داخل الأكاديمية الوطنية. مش بس دورات واختبارات ويعني عدة محاور، في الآخر بنحاول نضمن إن هو يكون في شكل واحد لموظف الدولة، شكل واحد وثابت و presentable، يعني وجهة مشرفة. يعني بالظبط كده. طبعا ده بالإضافة إلى مبادرة قومية كده عملناها. هي ليه مبادرة قومية؟ لأن هي مش من ضمن برامجنا اللي فيها استدامة واستمرارية. يعني احنا هنقعد طول الوقت نأهل أو ندرب الناس اللي مخاطبة أن هي تلتحق للعمل بالدولة، أو الناس اللي هي هتمثلنا في مكاتبنا الخارجية بره مصر، سواء تمثيل ثقافي، تجاري، عمالي، إعلامي وما إلى خلافه، ودي مناصب قيادية طبعا، أو البرامج الرئاسية بمختلف أنواعها.
دي حاجة فيها ديمومة واستمرارية، لكن مبادرة المسؤول الحكومي المحترف هي مبادرة عبارة عن بايلوت بروجكت أو مشروع قومي بنديه لمصر للدلالة على أن التدريب الفاعل ممكن هو يغير من سلوكيات موظف الحكومة في درجاته المتوسطة، فبالتالي يقدر ينطبق على رضا المواطن على استقبال الخدمة، لأن كمان الفئة المعنية بالمبادرة دي هم مقدمين الخدمات في الجهات المختلفة في الحكومة وبالأخص في المحافظات المعنية بالأوتوميشن أو التحول الرقمي. يمكن حضرتك دايما تقولي بأنه الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب للقيادة هي بس يعني هي مش بس مجرد برنامج رئاسي، لا ده احنا بنشوف برامج كتيرة جدا تدريبية، وفي منها كمان برامج ثقافية، برامج ترفيهية، هي أكاديمية لبناء الإنسان المصري، ويمكن هو ده توجه الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة. فإيه أهم البرامج اللي بتتم، وهل أو نوعية المواد اللي بيدرسوها، وهل كل برنامج سواء كنا بنتكلم عن البرنامج الشبابي لتأهيل الشباب، البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة أو حتى الإفريقي أو للتنفيذيين، كلها نفس المواد أو نفس البرنامج، ولا بتختلف من برنامج لبرنامج آخر؟ لا طبعا بتختلف اختلاف جذري في نوعها ومدى صعوبتها او سهولتها واسماء ومسميات ومحتويات المواد اللي بيدرسوها، لكن الثوابت اللي انت تقصديه او اللي اتكلمنا فيه ممكن قبل كده، الثوابت هي تكوين البرنامج بصفه عامه عباره عن ايه، سواء البرنامج ده للبرامج الرئاسيه لتاهيل القياده بمختلف انواعها، او للبرامج للعاملين بالدوله، او لبرامج حتى بتاعه اللي هي المبادره القوميه اللي عاملينها للمسؤول الحكومي المحترف. الموضوع عندنا مش بيقف بس عن مجرد قاعة دراسية فيها محاضر كفء أو مدرب محترف ومجموعة متدربين، نحن بنفترض زي ما انت بتقولي كده ان احنا بنساعد ان احنا استكمال او بناء او المساهمة في ان احنا نخلي التدريب ده فاعل عن طريق ان يبقى فيه انشطة كتيرة جدا بتتخلله، غير ان التدريب بطبيعة الحال فاعل اكتر من البرامج الاكاديمية، ففي انتراكشنز او تفاعل اكتر بين المحاضر وبين المتدربين، ففي الكثير من ورش العمل ونماذج المحاكاة وما الى خلافه، لكن كمان في جزء ثقافي، جزء ثقافي يعني كل البرامج بمختلف انواعها واشكالها والفئة العمرية المخاطبين بيها والفئة الوظيفية المخاطبين بيها بيقوموا بأنشطة ثقافية، يعني بنروح اوبرا، بنقرا كتب، وبنعمل زي حلقه كتاب الناس تناقش الكتاب اللي درسوه. شفنا كمان ضيوفنا من بعض الدول الافريقيه اخذتيهم زيارات لاسكندريه لبعض المناطق السياحيه. بس تمام، بس يعني ده طبعا كان ليه يمكن تركيز اكتر، عشان كده بقول لك هي مش فيش حاجه ثابته. الزيارات المعالم الاثريه بتاعتنا او المشاريع القوميه جزء لا يتجزا من كل برامجنا، لكن الضيوف اللي بيجوا لنا او الملتحقين ببرامجنا الافريقيه اللي بيجوا لنا لازم نوريهم مصر بجد، يعني مش مصر بتطلع في الاعلام اللي في بلادهم اللي ممكن يكون منقوص او غير كامل او غير شامل، او كل حد بيعرض وجهه نظره، احنا عندنا وجهه نظرنا احنا بقى عن بلدنا بالزبط. فلازم يجوا يشوفوا مصر من اول 7000 سنه هرم لغايه قناه السويس. انطباعهم بيكون ايه فوق ما ممكن انك تتخيليه؟ يعني انا كل مره بيجي لي نفس لما بروح معاهم ساعات مثلا، وخاصه قناه السويس والانفاق والقناه الجديده، الهمهمات الانبهار اللي بتبقى في كل المسرح من 100 او اكتر او اقل شويه حوالين العدد ده من الشباب الافريقي اللي بيلتحق بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الافريقي للقياده، بتبقى واو، ما بيبقوش مصدقين فعلا، يعني في سرد المشروع هم مش مصدقين ان المصريين هم اللي اتبرعوا بالفلوس، ان هم وقفوا طوابير علشان يساهموا بفلوسهم علشان يعملوا قناه السويس الجديده. فده جزء انساني. الجزء العملي ان ازاي القناه دي قدرت ترجع فلوسها في وقت قليل جدا فوق تصورات وحسابات المؤسسات كلها. كل الكلام ده طبعا مش واصل عندهم او في الاعلام؟ لا خالص، لا واصل حاجات، يعني هو الشيء يمكن اللي بيبقى محزن شويه انك لما تقعدي معاهم تعرفي ان صورتنا في البلاد دي مش زي ما احنا حقيقي وضعنا، يعني ده مش تفاخر بان احنا حاجه مش عندنا، بس الواقع الحقيقي مش واصل هناك. احنا تقريبا يعني خرجنا كم دفعه لحد دلوقتي؟ 3. ده في الافريقي دلوقتي، وكذلك الرئاسي للقياده المصري برضو 3 دفعات. وهيبقى في دفعات جديده الافريقي 10. احنا الكادو اللي مصر ادته لافريقيا بعد ترأس فخامه رئيس الجمهوريه للاتحاد الافريقي السنه اللي فاتت كانت 10 دفعات ب1000 متدرب. اعتقد ان احنا يعني هيبقى عندنا شيء من الطمع من
من كتر الفيدباك الايجابي كنت هسأل حضرتك. ان احنا نستمر يمكن ما نقدرش نعمل 10 دفعات كل سنه لان ده عدد كبير جدا عددا وتكلفه، لكن ممكن نقنن او نقلص شويه الاعداد، لكن ما نوقفش البرنامج، لان هم لما بيروحوا اولا احنا بننتقيهم في كل برامجنا، معايير الانتقاء والاختبارات بتبقى صعبه شويه، فاللي اللي بيحصل على مقعده لان دي منح، فبالتالي عشان ادي منحه لحد لازم اكون متاكده ان انا هستفيد منه كمان، يعني مش بس هو هيجي يستفيد من عندنا، فكلهم عندهم اثر على الارض في بلادهم عن طريق منظمات عمل مدني، عن طريق ان هم متحدثين في مؤتمرات مختلفه، فهم لما بيروحوا العالم دلوقتي كسفراء لبلادهم من ضمن الحاجات اللي بيكتبوها انا خريج برنامج رئاسه تأهيل الشباب الافريقي للقياده بمصر. دي حاجه قويه طبعا جدا في السي في سواء المصري او حتى الافريقي جدا طبعا. هل ممكن نوسع شويه او نزيد عدد المتدربين يعني يكونوا اكتر شويه في البرنامج اللي جاي الدفعه الرابعه الافريقي اللي هو برنامج تأهيل الشباب الافريقي للقياده؟ هي العدد 100، لان كمان ما اقدرش اوسعه قوي لان لازم ياخدوا يعني بيتقسموا 4 كلاسز في نص كل واحد 25، وبعدين بيرجعوا يجتمعوا لو في فعاليات مشتركه، فعشان اقدر هم يعرفوا بعض كويس ال100 ان يعني كل 100 بتكون وحده، وبعدين بيخشوا جوه الوحده الاكبر لما بيبقوا من قوائم الخريجين بتوعنا، فبينتقلوا لخريج بدل طالب فبيتعرف على اللي قبليه، فلو عدد كبر قوي هيبقى ديلوتد شويه او هيضيعوا مش هيعرفوا يبقوا اتصال بينهم معايا. بيكونوا يعني من كل الدول الافريقيه بيبقى فيه لازم يعني بالانس. احنا لغايه دلوقتي غطينا 40 دوله بس يعني ان شاء الله باستكمال ال 10 دفعات لازم هنكون غطينا ال 54 دوله في افريقيا. ويمكن الدوله بتكون حريصه ان هي تهيئ لهم كل حاجه، يعني البرنامج الرئاسي لتدريب الافارقه على القياده بتهيئ ليهم كل حاجه. صحيح. كل حاجه بتكون متاحه ليهم. صحيح. صحيح، يعني من اقامه لمواصلات، مواصلات طيران او مواصلات داخليه، من زيارات، من كل حاجه، كل حاجه. يمكن احنا بناكد وبنقول، وحضرتك يمكن قلتي قبل كده الموضوع ده، انه احنا مش بنشكل عقول الشباب لاتجاهات معينه، ولكن احنا بنعلمهم ازاي يفكروا، طريقه تفكيرهم ازاي، فعايزين برضو ناكد النقطه دي مع حضرتك. طريقه التفكير النقدي او التفكير المنطقي ده اسلوب بيعلم في الجهات التعليميه او التدريبيه الكبيره في العالم، وده يعني جزء لا يتجزا من جميع برامجنا. انا مش مسؤوله كاكاديميه وطنيه ان انا اخلق عقل جمعي بيفكر بطريقه واحده، وده غير صحي وغير صحيح. صحيح. فالاختلافات بتثري العمليه التعليميه او التدريبيه بصفه عامه، وبتثري قاعده المتدربين الموجودين عندنا، وبالتالي بيبقى لهم اثر ايجابي على اشغالهم او حياتهم، سواء هم هيرجعوا للدوله او هم مش لا بيشتغلوش في الدوله في احد البرامج الرئاسيه. فقولا واحدا لا، ما بناخدش ناس في اتجاه واحد، انا مش دي مش مسؤوليتي، لكن لازم اخد في اتجاه تفكير صحيح، طريقه التفكير نفسها، طريقه التفكير ايجابي مش سلبي، تفكير بناء مش هدام. طريقته بقى ازاي، هو منتمي لمين او بيحب مين او بيحبش مين، بالعكس بتكلمي انك في المستقبل هيكون عندك حياه حزبيه فيها تعدد، او احنا في طور تكوينها دلوقتي، فلو هو مش عارف الاختلافات زي اهلي وزمالك، زي يعني زي اي حياه، ده مش معناه ان احنا يعني في فرق ان انا اهدم، في فرق ان انا يبقى عندي اختلاف وجهه النظر، تفكير بناء عايز ابني. يمكن زمان ما كانش في ايمان بالشباب قوي، كان في استهانه جدا بيهم وبافكارهم ومقترحاتهم، دلوقتي بقى في اهتمام اكبر بالشباب على كافه الاصعده. حضرتك طبعا يعني مع تواصلك الدائم مع الشباب واهتمامك بيهم من خلال طبعا البرامج المختلفه والاكاديميه الوطنيه، لاي مدى فعلا حضرتك لمستي انه الشباب ليه دور في مناقشة مشاكل بلده؟ هما ده مش انطباعي، دي حقائق على الأرض، حقائق بتتاخد من مبادرات فردية بياخدوها الشباب، أو من رعاية بتديها الدولة للشباب دول عشان يتبوأوا مناصب قيادية معينة. أكيد ما بتختارهمش علشان هي عايزة التجربة تفشل،
بالعكس هي عايزه التجربه تنجح. فبالتالي ليه بقى عندنا كدوله اليقين والثقه ان لما اختار محافظ ونائب محافظ ومعاون وزير ومساعد وزير من فئه الشباب، احنا بنتكلم على ناس ما تعداش عمرها 35 سنه. شفنا برضو تم اختيار عدد كبير جدا منهم الفتره الاخيره. صحيح، نواب محافظين. ودي ما كانتش اول سابقه، دي كانت ثاني سابقه. فلو كانت سابقه الاولانيه ما نجحتش، ما كانتش الثانيه هتحصل. بالعكس الثانيه كمان احنا زودنا عليها ان هو قبل ما يروحوا مقر عملهم يروحوا حلفوا اليمين وطلعوا من الاتحاديه على الاكاديميه الوطنيه. لان كان في تكليف من السيد الرئيس ان هم ياخدوا برنامج تدريبي وقوائم وشهرين تدريبيين قبل ما يروحوا مقر عملهم. تدريبي في ايه؟ تدريبي في العمل العام في المحليات. ده ملف صعب جدا. هم جايين من خلفيات مختلفه ومتنوعه، مش كلهم برنامج رئاسي، في ناس من احزاب وفي ناس دكاتره جامعه، بس كلهم بيشتركوا ان كلهم تقريبا فئه الشباب اللي هو تاني لا يتعدى اعمار اللي موجودين من 23 نائب محافظ اللي كانوا عندنا 35 سنه، في 29 و30 يعني في اعمار مختلفه. يعني بتواصلي معاهم متابعيهم؟ طبعا هم بيرجعوا للاكاديميه في استشارات قانونيه في تخصهم او استشارات ماليه تخص العمل بالمحافظه او تخص، يعني بيرجعوا عشان نعمل له احنا ديو ديليجنس او تيجي نسال لو اليات صرف في محافظه ما على صندوق ما، فبنسال يعني بنعمل لهم راي قانوني وبنبعته لهم. طبعا لازم نسبورت، يعني لازم نعمل السبورت المطلوب علشان يقدروا ينجحوا على الارض. الموضوع مش موضوع حماس بس، هو بقى حماس ممزوج بعلم اللي حواليهم بقى بيدعموهم بيشجعوهم بيسمعوا منهم الى حد كبير. الى حد كبير خلي بالك التقبل التغيير في العالم ده شيء مش سهل. فاحنا مش حاله نادره يعني، حتى لو يعني في لازم يواجهوا مشكلات ومواجهه المشكلات ده جزء من النجاح. يعني لو هم راحوا لقوا الارض مفروشه ورد وياسمين والسجاده الحمراء مفروشه، مفيش تحدي هيخليهم حضرتك بقى تدعميهم وتقول لهم تقاسوش خليكم. هم في الفئه العمريه دي وانس بتمكنيه بتديله ثقه اولا، وثانيا بتمكنيه علميا مظبوط، هو بيبقى عنده الحماسه والقدره ان هو يواجه التحديات. يمكن النصايح اللي بنقولها لهم ان هو يكون اهدى، لان طبعا دايما المقاومه بتبقى من الفئه العمريه الاكبر شويتين. حماسه و يعني تقبل برضو. احنا دوله لغايه 2000 ولغايه اول فكره برنامج الرئاسي لتاهيل الشباب للقياده، كانت فكره ان حد صغير ياخد منصب دي ما كانتش في السيستم. فاحنا بنغير تراث بقاله على الاقل 50 سنه. فلو مش متوقعين يبقى في مقاومه ورفض للتغيير من بعض الفئات نبقى حليمين شويه. وعامه هي برضو مش النسبه اللي تسترعي انتباه او تسترعي ان احنا ناخد رد فعل او تصرف، هو الفلفصه الطبيعيه يعني. هم يعني لا محاربين صح؟ من غير اي عنف على فكره، ومن غير اي، بالعكس احنا بنقول لهم كل مكان هادي وصبور ودبلوماسي في انه يكسب ارضيه في المكان اللي هو رايحه بغض النظر هو فين، كل مكان انجح. السهل ان انا اتخانق. اعتقد برضو في محافظات كتيره جدا اضافوا حاجات كتير يعني. طبعا اضافوا حاجات كتير والساده المحافظين بيعملوا لهم دعم لان هو يقدر بحكم سنه ينزل على الارض يعمل حاجات الوزير المحافظ يعني هيبقى صعب، مش بس عشان سنا يعني، الشاب صغير يقدر يكلم شباب صغيرين. تتكلمي على بلد 60% منها في سن الشباب، فاللي هيكلمهم حتى هيكسب ثقه اكتر لو هم نفس الفئه العمريه. نرجع بقى لتدريب الموظفين عشان دي نقطة مهمة جدا. تدريب بقى الموظفين في القطاع العام وقطاع الحكومة، التدريب بيتم ازاي؟ وهل واجهتم أي صعوبات في البداية، أي مشاكل؟ كالعادة يعني ممكن يبقى فيه شوية عراقيل يعني. احنا عندنا كذا محور لتدريب موظف الدولة أو من سيلتحق بالدولة. عندنا مبادرة احنا عملناها تحت المدرسة القيادة اللي هي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة. ده بيخاطب فئة عمرية أكبر. البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بيخاطب من 20 ل 30. تأهيل التنفيذيين للقيادة بيخاطب من 30 ل 45. واحنا يعني قررنا ان احنا أول دفعتين أو ثلاثة نختارهم من داخل الدولة. الدولة بكافة قطاعاتها. اللي بيتعاملوا مع الجمهور؟ لا ده برنامج رئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، ده غير المبادرة بتاعت المسؤول حكومي محترف. ده غير ده تحت مظلة مدرسة التأهيل للقيادة.
اللي هي تحتيها البي ال بي والاكزكتيف بي ال بي والافريكان بي ال بي، فده الاكزكتيف بي ال بي. وتدريب موظف الحكومه، توظيف تدريب موظف الحكومه ده ملف تاني، او بس الملف الاولاني اللي بحكي لك عليه دي برضو منحه من الدوله للموظفين اللي بيتم ما بيتمش اختيارهم، هم بيقدموا لوحدهم اونلاين. هم اللي بيقدموا، بيقدموا لوحدهم خالص اونلاين. تمام، مفيش اي توصيات من اي جهه ولا من اي مسؤول تماما. في اقبال بقى على في اقبال، بس هو البرنامج صعب جدا الالتحاق بيه لان معايير الدخول ليه من امتحانات مختلفه، سواء امتحانات لغه عربيه او معلومات عامه او لغه انجليزيه او مقابلات شخصيه او اختبارات نفسيه او اي كيو، مصممه بطريقه ان انا لازم اخرج من البرنامج ده البول اللي عايزه كمتخذ قرار في الدوله اختار شخصيه قياديه هيكون من دول. ليه اخترناهم من العاملين بالدوله؟ لان احنا مؤمنين ان مش ممكن يكون جميع من هو يعمل بالدوله غير صالح، يعني ده تفكير يجانبه الصواب الى حد كبير جدا، واكيد بيواجه برضو مشكلات عديده في بيئه العمل ده طبعا موجود. فمش الحل ان انا كل ما ابقى عايزه منصب قيادي في الدوله اروح ادور حد من بره الدوله اجيبه، مش كل مره طبعا، لكن الاغلبيه العظمى بنبتدي او احنا حتى كشعب، خلي بالك ان في دايما في التسويق بنقول ان الصوره الذهنيه اقوى من الحقيقه، فالصوره الذهنيه لو رحتي قلتي لحد في الشارع هجيب لك موظف حكومه يبقى قائد، هيتلاقي بالظبط ثانك يو يور رياكشن، بس يعني ده مش سعاد ويقول لك على طول مدام سعاد، بس ده مش حقيقي، ده مش حقيقي على فكره. هم اولا اهل مكه اضرب شعابها. أيوة. موظف الدوله ده عارف قوانين ولوائح كويس جدا، يمكن زي ما انت بتقولي ما توفرتلوش بيئه عمل مناسبه، فانا ما اقدرش احاسبه قبل ما اهله، لازم ادي لنفسي فرصه الاول ان اهل اللي قدامي وبعدين احاسبه. احنا كده بنتكلم عن التنفيذيين. التنفيذيين فده اتقدم لي في الدفعه اللي شغاله دلوقتي اللي هي وصلت بقى لها شهرين بتتدرب، اتقدم لي 11000 متقدم اللي نجحوا 79 مش مهم على فكره، بس في 79 واحد. البرنامج ده احنا صممناه مع الإناء في فرنسا وجي سي اس بي في سويسرا وان اتش اي في كوريا. 79 من 1000 واحد مش وحش، مش وحش. لو عندك 79 واحد هيقدروا ياخدوا مناصب قياديه في 20 قائد يقدروا يغيروا مصر، فانت مش محتاجه اعداد كبيره على فكره قوي، لكن ده معناه ان في منهم مفيش مش زيرو يعني، بس 79 من 1000 11000 11000 اوكي متقدم. 11000 متقدم. مش مهم. احنا بناخد دلوقتي الدفعه الثالثه بتاعته، يعني في احنا دلوقتي في يوم الويك اند الجاي اللي هو جمعه وسبت وحد عندنا لجان الخبراء اللي بيترأسها عامه احد الوزراء الحاليين، وده بيدي ثقل طبعا للبرنامج ان هو رغم ان ما بيجيش توصيه من وزير او من مسؤول على موظف خالص. أيوه. محدش بيوصي على حد خالص، الناس بتخش لوحدها، وده على فكره دي برده مفيش تهريج يا جماعه، مفيش تهريج ومفيش احساس بالظلم خالص، كل موظف نجح عارف ان هو اخذ مكانه ده باجتهاده. تمام، احنا كده اتكلمنا عن التنفيذيين. البرنامج المبادره اللي بتتكلمي عليها دي اللي هي المسؤول الحكومي المحترف. المسؤول الحكومي المحترف دي بتتكلم تاني ونامي نوسع الرقم شويه، يعني نوسع العدد شويه. هو ده احنا بنهايه المشروع هنكون دربنا 11800 موظف. تمام، لانه هيبقى صعب تدريبهم كلهم طبعا. لا طبعا لا، بس احنا ادينا نموذج لو لما نحب نخاطب الفئه دي اللي هي الاشرافيه من الموظفين، ايه انواع البرامج والنشاطات والفعاليات اللي بتتعمل جوه البرنامج اللي تقدر تخلي الموظف اللي في وظيفه اشرافيه معامل تغيير. احنا ليه عملنا المبادره دي كده؟ هو ان يعني في عجاله احنا معتقدين ان جزء من عدم رضا المواطن عن الحكومه هو نوع الخدمة اللي بياخدها من بعض موظفين اللي بيقدموا الخدمات. صحيح. ماشي. هرجع تاني لنفس الارجيومنت اللي بقوله لك، أنا دربته كفاية، فأهلته كفاية، وهو ما عملش شغله. لما يبقى عندنا إجابة واضحة وصريحة، ما حدش عنده الإجابة دي على فكرة، مش بقولك مش بسألك عشان ما حدش عنده رد أنا دربته وعملت كذا، أكيد خضعوا تدريبات كتيرة وأكيد منها كتير كويس، لكن إحنا بنتكلم على تدريب موجه، أنت مقدم خدمة. بنعمل بقى تغيير للعقل، هو المواطن ده عميل. ليه حضرتك لما بتروحي شركه قطاع خاص احد شركات الاتصالات او غيرها مثلا، عشان دول بنتكلمهم على طول، بتلاقي اللي معاكي على التليفون مهما تعصبتي هو بيحتويكي، وما ده مهاره، هو صح. مش جاي من بيته كده، هو اتدرب كده. ليه لما تبقي عايزه حاجه بيلبي لك طلبك على قد ما بيقدر؟ ليه لو مش في ايده الزبون دايما على حقه يعني، هي بالظبط كده. ليه لو مش في ايده يلبي الطلب؟ يعني في مثلا مش كل مره انا بروح اطلب خدمه من موظف شباك بيبقى عنده الحل، ساعات بيبقى الحل مش في ايده اساسا مثلا.
يعني بطء وبيروقراطيه في لا مفيش بيروقراطيه بس مش في ايده الحل. فهو بحكم معرفته ممكن يقول لك ايه لا والله ما عندناش الحل ده مش عندي خلاص. وممكن اقول لك انا تعبتك كتر خيرك والله يعني بصي انا هسال وهرجع لك او ممكن ترجع لنا كمان اسبوع هيكون عندي رد. طب هل هم يعني في بدايه التدريب كانوا مستجيبين لي؟ لا لانه في منهم ممكن يكونوا يعني كبار سن يقول لك انا احنا عندنا لغايه 55 سنه. وانا بشوف كده بصراحه انه لا انا راجل كبير انا وست كبيره انا ليه هخلي حد اصغر مني يعني يدربني. او عندنا فئه عمريه بتتراوح دي ما فيهاش فئه عمريه ثابته زي البرامج الرئاسيه عندنا لغايه 55 سنه متدربين. امتى ما كانوش مستجيبين للبرنامج اول 3 ايام كان بيعملوا ايه بقى؟ كانوا بيستخبوا بقى من لان طبعا انت يعني اولا التدريب من 10 صباحا ل 5 مساء فدي فترات عمل اطول. بريك؟ لا في بريك في نص في لانش وبريك وكل حاجه بس هو انت قاعد جوه كلاس روم 6 ساعات قاعد جوه مكان 6 ساعات او 8 ساعات انت بتقعدش في مكان شغلك الوقت ده غالبا يعني. ف وهم مش عارفين يعني ايه اهميه اللي هياخدوه ومعتقدين انه هيسمعوا تاني يعني كلام انشائي اكتر. فبعد 3 ايام بقوا هم ده كانت مع اول دفعتين على فكره مش على طول بقى كده البرنامج سمع فبقوا كلهم بيغيروا من بعض وعايزين يجوا عشان هم بيستفيدوا. الرد الفعل كان رد الفعل الايجابي من الملتحقين بالبرامج سواء في ادائهم في بيئات عملهم اللي رجعوا لها او سواء الفيدباك اللي بيقولوه لنا لزمايلي اللي بيشتغلوا معايا في الاكاديميه من الكوردينيتورز بتاعه البرامج كانت فوق تصوراتنا. انا عارف ان انا دلوقتي معامل تغيير فانا هبذل قصارى جهدي ان انا اكون موظف فاعل ان عارف انا دوري قد ايه مهمه في نجاح الدوله المصريه بصفه عامه. انا التدريب اثر في حياتي الشخصيه. في ناس كسبت انتخابات كانت بتخسرها في ناس قدرت ان هي تنقل يعني راحت لرئيس الهيئه اللي هم فيها وقالوا احنا 3 4 اخذنا التدريب ده عايزين ننقله لزمايلنا. لو هو شايف انه كان جاي يقضي وقت هو او هي شايفين انه جاي يقضي وقت ما كانش هيبقى فيه ردود افعال بناءه زي اللي بقول لك عليها. وبعدين تصميم البرنامج مختلف شويه برده عن البرامج الثانيه ان هو مش متصل يعني برنامج 45 يوم متقسمين اسبوعين وبعدين بيرجع شهر مقر عمله وبعدين اسبوعين بيجي لنا الاكاديميه يرجع شهر مقر عمله ويرجع لنا اخر اسبوعين. ليه بيرجع في مقر عمله؟ لازم يقارن او يطبق اللي اتعلمه ويرجع لنا ايه التحديات اللي واجهها. هل هو مثلا في ممكن يكون التحدي تشريع بيعيقه عن تأدية عمله ده مش في ايده بس لما يرجع لنا نبتدي احنا نصعد الموضوع ان يمكن لو غيرنا جزء في لائحه او جزء في تشريع او بيبقى يعني بيبقى في بعد كده تواصل مستمر عشان تبقي عارفه ردود الفعل والصدى من ما فيش حد بيتدرب في الاكاديميه وبتنقطع صلاتنا بيه. احنا الخريجين هم احد ثرواتنا زي المتدربين زي اي حاجه الاكاديميه عندها. الاختبار النفسي هو مش واحد ده كتير. هو ده اهميته اولا ايه؟ هو بيقيس الجدارات اللي مطلوبه في الوظيفه عشان كده هو مش واحد هو متغير. يعني الاختبار النفسي بتاع الاكاديميه مش اختبار واحد. بيكون عباره عن ايه يعني؟ بيكون عباره عن قياس هي المحاور واحده بس نوع صعوبه وسهوله الاختبار وطوله وقصر الاسئله وتعقيدها من بساطتها حسب مين اللي راح يختبر. يعني مثلا الصدق الشفافيه النزاهه القدره على العمل مع فريق القدره على التواصل الفعال. مثلا انا لو احنا مثلا من الناس اللي بتتدرب عندنا المخاطبين وهم يلتحقوا بمجلس الدوله فده هيبقى قاضي فمستوى الاسئله اللي بقيس بيها النزاهه والشفافيه اعلى بكتير جدا من اللي ممكن اقيسها مجرد موظف عادي مش قاضي. يعني في فرق في نوع الوظيفه اللي هيؤديها الشخص اللي هيلتحق بالبرنامج فبالتالي نوع البطاريه اللي بيمتحنها بتبقى مختلفه. الصحه النفسيه بتقاس. بتقاس ازاي يعني؟ احنا باسئله اسئله مش اختبار كشف الكذب والحاجات دي. لا لا باسئله معينه اسئله مركبه بطريقه معينه. في لجان بتعمل الاختبارات دي بيعملها صعبه جدا صعبه جدا مش اي حد بيجتازه. اكيد الصرامه دي في اختيار المدربين والمتدربين بيكون ليه هدف يعني او مهم ان يبقى فيه صرامه كده في المتدربين وحتى المدربين كمان مش اي حد بيجي يدرب عندكم في الاكاديميه.
المدربين بيخضعوا برضو بيخضعوا لاختبارات وبيخضعوا لتقييمات، التقييمات مستمرة طول فترة عملهم معنا. لكن قبل ما يلتحقوا أساسا يلتحقوا العام بالأكاديمية بيكون في مجموعة من التقييمات التانية والاختبارات، واللي بيجي يعمل برزنتيشن عشان نبتدي ونعمل يعني مجموعة من الحضور متفاوتة، ويبتدوا يقيموا الشخص اللي بيحاضر، ولازم يخضع لبرنامج بتاعنا احنا مفصلينه بتاع تدريب مدربين. طب هل المتدرب ممكن بعد كده يكون مدرب؟ يعني بيدرب؟ وارد وارد على فكرة، يعني معظم المدربين اللي عندنا بنسبة مثلا مش أقل من 90% هم بالفعل كوادر عاملة. يعني شفت كذا حد فين بيدرب في مجالات مختلفة في أماكن مختلفة؟ يعني هو دلوقتي مبقاش عنده رفاهية أماكن مختلفة كتير قوي، يعني هو كم العمل في الأكاديمية ما بتسمحلوش بأماكن أخرى، بس هما مش بس بيدربوا في أماكن مختلفة، هو بيشتغل في حتة فبينقل خبرة. يعني دكاترة الجامعة موجودين في أجزاء معينة محدودة، لكن الأكثر عددا موجود هم المدربين المحترفين اللي هو بينقل خبرته من مجال عمله لقاعة دراسية. طيب حضرتك قلتي انه عندكم متدربين من هيئه قضايا الدوله ومن مجلس الدوله وكل الجهات القضائيه، موظفين في قطاع الحكومه وغيره وغيره وافارقه، طيب ليه ما فيش للاعلاميين؟ لا الواحد ازاي؟ الواحد مهم برضه ان هو دايما يتعلم ويثقف من نفسه، ده مش عيب بالمناسبه، طب ليه ما فيش كده قسم للاعلاميين؟ هي مش اقسام على فكره، هي او برنامج ليهم. يعني خلي بالك الجهات القضائيه والقطاع الاعمال والموظف الحكومي المحترف، يعني دي حاجات مالهاش علاقه ببعض، بس كلهم تكليفات يا اما من السيد رئيس الجمهوريه او من سيد دوله رئيس الوزراء، فبيبقى تكليف، ده برنامج رسمي. لكن احنا عملنا برنامج من حوالي سنه كان للمتحدثين الاعلاميين بجميع الوزارات. وده كان برنامج طويل الحقيقه، يعني لان هم كمان لا انا بتكلم عن الاعلاميين بيشتغلوا في مجال الاعلام. هنعمل كده قريب، احنا اوريدي بندرس فكره ان يبقى عندنا مدرسه وعد وعد ان احنا بندرسه فعلا، يعني بندرسه ونشوف لو هيبقى عندنا شركاء اجانب. مش عايزين اختبارات صعبه بقى يعني. يعني هنشوف حكايتي. طب اللي حابب ان هو ينضم للاكاديميه او لاي برنامج، يعني يأهل نفسه ازاي؟ يعمل ايه؟ عشان يقدر ان هو يجتاز طبعا. انت ما عندكيش حاجه ممكن تقدمي فيها لو انت مش تشتغلي في الدوله، ما عندكيش غير البرنامج الرئاسي للتاهيل الشباب للقياده. واحنا عندنا الدفعه الرابعه المفروض، يعني دي اللي هنبتدي بيها، احنا خلاص ثلاث دفعات، او البرنامج الرئاسي للتاهيل الشباب الافريقي للقياده، لان هو كمان في نسبه مصريين، يعني في نسبه مصريين في برنامج تاهيل الشباب الافريقي للقياده. غير كده هي برامج مخاطب بيها العاملين بالدوله. يأهل نفسه ازاي؟ يبقى شخص مطلع، لان يعني اختبار الثقافه العامه اختبار ثابت باختلاف صعوبته وسهولته، بس اختبار ثابت لجميع من يلتحق بالاكاديميه. الشطاره مش شطاره فنيه بس، الشخصيه متكامله، شخصيه ملمه بجميع الامور الحياتيه والثقافيه والعلميه اللي موجوده في الحياه. فالشخص اللي مش بيقرا كتير، اللي مش بيطلع كتير، اللي مش بيواكب التغيرات اللي موجوده، يعني ممكن يبقى له مكان في حته تانية. تمام. يبقى اهم حاجه تكون واسع الاطلاع وتقرا كتير في مجالات مختلفه. طيب يمكن دكتور رشا راغب هي معنيه بشكل كبير جدا بالتعليم. توليتي مناصب عديدة في دول مختلفة وفي مؤسسات مختلفة تهتم بالتعليم وتطوير التعليم بشكل عام. وإحنا يمكن هنا في مصر في مشكلة، عندنا مشكلة إنه عادة المناهج اللي إحنا بندرسه في الجامعات والمدارس لا يناسب احتياجات سوق العمل. إزاي من خلال الأكاديمية قدرنا إن إحنا نأهل الشباب، وبالفعل هم خلاص اتأهلوا طبعا، يعني نأهلهم لاحتياجات سوق العمل. انا هرجع لك تاني لبرامجنا، احنا بنأهل الناس اللي هيروحوا وظيفه معينه لوظيفتهم، مش لسوق العمل على المطلق. مش لسوق العمل على المطلق، دي مش من ضمن مهام الاكاديميه ان انا أأهل لسوق العمل العام، ولا عندنا الوقت ولا عندنا الكاباسيتي ان احنا نقدر نعمل كده دلوقتي. لان انا يكفيني
كأكاديمية وطنية ان انا اهل المتحقين بالدولة سواء جهات قضائية او جهات سيادية او جهات مؤسسات حكومية بغض النظر عن القطاع المعني اللي بيخاطبني عشان اهل الناس اللي هيلتحقوا بيه او هيترقوا مناصب قيادية جواه، انا كفاية عليا قوي كأكاديمية الملف ده. البرنامج الرئاسي تأهيل الشباب للقيادة مش دوره قوي برضو ان انا اهل الناس سوق العمل، هو ضمنا لما بتبني شخصية صحيحة وسليمة بتقدري تخليه كفء ان هو لما يقدم في 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 اماكن عمل وهم اوريدي بيبقوا بيشتغلوا واخدين تفرغات، بس لو حاب ينقل من كارير للتاني من شركه لاخرى من مؤسسه لاخرى بيبقى عن طريق السنه اللي قاعد يدرس معانا فيهم بمختلف التحديات والفعاليات والبرامج والاكشطه اللي بيتعرض اليها خلال سنه كامله متكامله في حاجات بتتكامل مع بعضها، بيخلق شخص مختلف. انت اللي بتشوفيه في اول البرنامج ملوش اي علاقه باللي بتشوفيه في اخر البرنامج. هل ممكن نشوف يعني فروع مختلفة للأكاديمية في محافظات تانية؟ يعني إن شاء الله بس مش دلوقتي، يعني إن شاء الله أكيد بس مش دلوقتي، لأن لازم نكون قادرين نبقى ضامنين نفس كفاءة الجودة بتاعة الخدمة لو إحنا خرجنا من المقر الرئيسي وبقى عندنا فرع. ومع ذلك إحنا في البرنامج بتاع أو المبادرة بتاعة المسؤول الحكومي المحترف إحنا بننتقل، بس بننتقل بفريق عمل. يعني في بورسعيد لما عملنا انتقلنا بفريق عمل أقام هناك مش بالأكاديمية، فريق عمل من الأكاديمية بما فيهم المحاضرين على فكرة. يعني لازم نستغل بقى نفس الكواليتي بنفس الطريقة بنفس المنهج بنفس الطريقة. المفروض ان احنا الخطوة الجاية بتاعتنا ان شاء الله في البحيرة وكفر الشيخ، كذلك سننتقل بفرق عمل البحيرة وكفر الشيخ ووادي جديد. والوادي الجديد دول ثلاث محافظات اللي جايين. احنا خلصنا القاهرة النائبة الموجودة في الوادي الجديد حنان مجدي. حنان يا جماعة من الشخصيات المجتهدة جداً. وأعتقد طلعت من أهم الشخصيات المؤثرة في أو يعني كانت في كان في كده زي فوت أو حاجة إنه هي من أكثر الشخصيات اللي يعني هي القيادية المؤثرة. هي طبعاً يعني النائبة حنان مجدي كمان التحدي اللي عندها إن هي سيدة وان هي في محافظه صعبه الوادي الجديد جدا ما عندوش قوي الابريشيشن بتاع قيمه المراه ودورها، فطبعا التحدي عندها مش تحدي اداري جوه المحافظه، التحدي تحدي مجتمعي طبعا. جوه مقابل تقبل الناس ليها، لكن هم على المجمل كلهم عاملين نشاط على الارض. يعني برضو النائبه نهال بلبع في البحيره، النائب عمرو بشبيشي في كفر الشيخ، النائبه حنان نجدي، ودول الثلاثه المعنيين بالتدريب اللي جاي. يمكن احنا هنتكلم عن السيدات وقد ايه قدروا ان هم يعني يتحدوا مشاكل كتيره جدا ويتغلبوا عليها. احنا شهر مارس هو شهر المرأة زي ما كنا بنقول، ويمكن عشان كده هنركز على قد ما نقدر ان احنا في هذا الشهر نجيب نماذج للسيدات مؤثرة وقيادية وناجحة زي طبعا دكتور رشا راغب من النماذج اللي في الحقيقة نفتخر بيها هنا في بلدنا، وسيدة يعني مجتهدة جدا ومكافحة جدا ويعني خرجت عدد كبير جدا من الشباب اللي عنده فكره وليها دور تنويري كبير جدا. خليني كده في النهاية أسأل حضرتك إنه السيدات اللي نفسهم يكونوا زي حضرتك لو تدينا كده روشتة نعمل إيه، يعملوا إيه عشان أكون سيدة ناجحة واقدر ان يعني ما اقصرش مع اهلي او في بيتي او ايا كان، وفي نفس الوقت احافظ على شغفي وعلى شغلي. ازاي اكون سيده ناجحه؟ هو انت قلتي الكلمه السحريه، وانس ان عندك يعني وانس تحقق ان عندك شغف باللي بتعمليه، ايمان باللي بتعمليه، هتلاقي كل الحاجات بتنزل في مكانها الصحيح زي البازل كده. يعني الناس اللي بتبقاش قادره توفق بين حاجات كتير في حياتها لان غالبا هم في حاجه مش مستريحين وما بيعملوها، لكن لو انا مستريحه في اللي انا بعمله هقدر احافظ عليه. طبعا بيحتاج يعني مش هقدر مش عايزه مش عارفه احكي لك قصص تحديات ونجاح ومش عارفه اعمل الموديل ده يعني. لا بس اكيد بس واجهت يعني واجهتك مشاكل كتير. لو عندك ايمان بهدف مش بتشوفيها بتتعثري في النص وترجعي توقفي تاني عادي. ما اثرتش عليكي خالص؟ لا لا خالص. لا لا خالص. كنت عندك هدف وعايزه توصلي ما له. عنديش رفاهيه ان انا اقف على كل حاجه هتكعبلني واقف اعيط جنبها شويه، رفاهيه الوقت والمجهود ده. كنت صغيرانه انه سيده وتتولى مناصب يعني مهمه، اكيد كان في غيره من يعني انا بعتقد انا مدرسه ان من الذكاء ان يبقى عندي علاقات طيبه مع كل اللي حواليا وما اصيرش حفظتهم ولا اثير غيرتهم ولا اثير القلق من عندهم ان انا باخد مكان حد او ان انا باخد مكانه حد او ان انا دي نقطه مهمه جدا. يعني اعتقد ده من يعني من 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 ادوات النجاح
كل ما قدرت يبقى وجودي غير مضر وغير مثير لحفيظة الآخرين اللي حواليا. ف حتى اللي هيبقى متضايق هيضطر يضايق جوه نفسه انه ما عندوش حاجة يقدر يقولها، هو مضايق منك علنا ليه؟ فلو متضايق جوه نفسه خلاص بقى مش هنقدر نعمل له حاجه يعني. بس قدرتي ان انت تتغلبي على كل ده، عندك هدف عايزه توصلي له والحمد لله. الحمد لله نجحتي فيه. الحمد لله. انا طبعا بشكرك على وجودك النهارده معانا دكتور رشا راغب المدير التنفيذي الاكاديميه الوطنيه للتدريب، شكرا ليكي نورتينا. ويعني ممكن نختم بانه الشباب لما بنديله فرصه حقيقيه وبنحمله المسؤوليه هو يعني بيعمل كل حاجه كل المستحيل عشان يكون قدها. قولا واحدا بلا ادنى شك. انا بشكر حضرتك. شكرا. ميرسي جدا. ميرسي. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه. برنامج هذا الصباح انتهى. بكره ان شاء الله باذن الله حلقه جديده وصباح جديد. بكره هيكون عندنا كمان يعني حلقه خاصه هنروح مع حضراتكم نتفقد عدد من المشروعات التنمويه في شمال سيناء، وهنشوف بقى المشاريع اللي بيتم افتتاحها في جوله مختلفة وجديدة مع دكتور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أول جولة ليها طبعا في شمال سيناء بعد توليها المنصب. بكرة إن شاء الله في حلقة خاصة، والتغطية الإخبارية مستمرة على إكسترا نيوز.